باه يقول القائل ديما ديما ريان خير من ريان. عن ضيف عسلامة سيد المعلم. يسكت وشد بلاستك عش ولدي. لا سكر بورتابلوك. سمح عش ولدي. سمح هاي نشوفوا شكون غايبين الساعة. مازلت ما قدمتكش يا ودي. ما تقدمنيش باش نقول اسمك كهو. يا ودي انا في الكلاس هو الاسد. لا برج الاسد لا برج سدرية عش خوي. ترى عاد الرزق على الله. حاضر سيدي. صحيت حمدي حده. حاضر حاضر. صحيت ولدي. من حد وجد ومن زرع حصد. صحيت. دره فورتي سنت. ايه دره فورتي بريزنت. ممدوح عبد الغفار. وين هذا؟ وين المخرج؟ المخرج هو المخرج. هذا شيف دي كلاس ما يحضرش. ترى شكون ما عيطلوش. ترى انت ما عيطلكش باه. انت ما هو ما عيطلكش. مالا انت غايب اليوم تجيب الولي متاعك. خلينا نشوفوا سبب الغياب المفاجئ هذا. بابا مسافر يعني. يا ودي جيب الوالد. الوالده مريضه مسكين. اسمع انا ايش نحسبك حاضر المره هذه المره الجايه دبر راسك. اه يا سيدي بدء بذي بدء. اي نعم. اليوم درسنا هو العمل التطوعي. به ناخذ كلمه العمل نحلوه. ما نحرموهاش عايش ولدي عادي. نحلوه. العمل هو السبب في البطال. واللي يقول عكس هذا ينجم يكون يفهم خير منك. عاش ولدي تبع. أيوة باي. بما أن في تونس نحطوا كلمة العمل على شيء وناخذوا كلمة تطوعي نقسموها. وكي يقول نقسموها حتى حد ما يغور على الآخر. أيوة ناخذوا التاء. ناخذوا التاء كما تشوفوا فيها. التاء مش مربوطة والحمد لله. يحرز العفو الرئاسي. ويقول القايل. يقول القايل علاش علاش تشوش عليا عاد ولدي. هبط ساقك يا عاد. حط ساقك الاخر. سمح ساحيت. عاش ولدي يا عاد. عاش ولدي تبع راوش. تبع راسك. تبع راسك. عاش ولدي عاد. باه وين ماشي البيت الراحة؟ ما تعبتش من الراحة؟ ايش عندك في بيت الراحة؟ عملت الراحة راك بر اذهب من الله راح. وجيب لي الولي متاعك زاد. خلينا نشوف شنو هي الاسباب نتاع بيت الراحة ذي الغير مبرر اطلاق. ايوا كيما لحظة استنى نكلم فيك. كيما تفهمنا التاء هي حرف جر. باي والله حرف جر يفيد التقزيم والتفشيل. مثلا تو تنجح باي ها تو يجيب منك رب تو تجيب معدل اي تو تتخرج لا تو تخدم. باي ركزوا لي على تو تخدم. هو فعل مبني بالياجور عفوا مبني للمجهول اللي هو المستقبل. اللي هو المستقبل يعني انه العمل التطوعي هو فترة اقتصادية في كنف في الشفافية المؤقتة لجمهورية الموز الجربي. وحتى حد ما يسألني على الجمرة الأخرى خاطرني مانيش فاهم. عايش ولدي. عايش ولدي. ناحي صبعك من خشمك يا عادل وحل وذنيك. ناحي صبعك من خشمك وحل وذنيك واسمعني. اسكت. يا ودي اسكت ولا برا روح. باي شي زاد. هاي. اسمع اسمع خلاصة اليوم درسنا شنية. اسمع خلاصة اليوم تخدم بلاش خير من بلاش. ايش حطها في وذنك خاطر نهار اخر تصير لك عادي. خاصة ان انت عادل ولدي. اي اي عادل ولدي رزينا العصا. باه اسمعني واللي ما فهمش درس اليوم يجي يقرا عندي دروس خصوصية غير تطوعية يا عادل غير تطوعية. هاي النست